أهلا بكم من جديد، حياكم الله أينما كنتم. أحيت العراق الذكرى الأولى للخلاص من تنظيم الدولة في الوقت الذي لا يزال فيه التنظيم يقاوم في آخر معاقله بدير الزور، وينفذ عمليات عسكرية مختلفة في سوريا والعراق وعدة دول أخرى. نتابع معنا التقرير التالي ثم نعود لنبدأ النقاش. يحتفل العراق بمرور عام على الخلاص من تنظيم الدولة، ويخصص عطلة رسمية لهذه المناسبة أسماها عيد النصر. التنظيم الذي كان يسيطر على مواقع في سوريا والعراق فاقت مساحتها في مرحلة ما من عام 2015 إجمالي مساحة المملكة المتحدة وفق تقرير لصحيفة ديلي تيليغراف. هو نفسه بات اليوم منحصرا في جيب صغير في حوض الفرات أقصى شرق دير الزور، تمتد سيطرته مسافة 13 كيلومترا فقط، تجاوزت مدة مقاومته فيها 90 يوما، وذلك منذ تاريخ إعلان التحالف المعركة الأخيرة ضد التنظيم قبل 3 أشهر. تعزيزات تتلوها تعزيزات لقوات سوريا الديمقراطية لتضييق الخناق على التنظيم الذي خسر بصعوبة بلدة الباغوز وأحياء من مدينة هجين، وذلك وفق تصريحات لقيادي في قسد اعترف فيها أن تقدم القوات المدعومة من التحالف بطيء جدا بسبب المقاومة الكبيرة لمسلحي التنظيم. التحالف من جهته يستمر بعمليات القصف الجوي، حيث تبنى قصف مستشفى هجين الوطني متذرعا أن التنظيم استخدمه للاعتداء على شركاء التحالف وفق البيان. وفي الوقت الذي يستمر فيه التنظيم بالمقاومة في هجين ومحيطها، يواصل إعلامه تبني عمليات تفجير واغتيالات في مدن سورية وعراقية ومصرية وليبية، الأمر الذي يعتبره مراقبون استنزافا للقوات الأمنية لتلك الدول من خلال عمليات تنفذها خلايا سرية تتبع للتنظيم، فيما وصفوه عودة لزمن ما قبل إعلان الخلافة. ومعنا الأستاذ يمان دابقي، الباحث في مركز برق للدراسات من إسطنبول. أهلا بك أستاذ يمان على شاشة حلب اليوم. يعني تنظيم الدولة كان يمتلك مساحة كمساحة بريطانيا بعد سيطرته على مناطق واسعة من سوريا ومن العراق، طبعا عام 2015 نتحدث. كيف يمكن تفسير تمكن التنظيم من السيطرة على كل هذه المساحة آنذاك؟ تحية لك عمار، وتحية للسادة المشاهدين ولكل من يسمعنا عبر قناتكم الكريمة. يعني بداية موضوع التنظيم لابد أن ننوه، منذ يعني أن توغل في سوريا والعراق كما جاء بتقريركم، يعني تكاد تقريبا أو ما يقارب نفس المدة التي توغل بها وسيطر على نصف مساحة سوريا والعراق عندما ظهر في 2014، نفس المدة تقريبا على موضوع المقاومة اليوم بالجيب، جيب هجين الذي يتكلم عنه تقريركم بريف دير الزور الشرقي. وهنا المفارقة الأولى من ناحية العامل الزمني، تفسيرها أن بدايات التنظيم والمهام التي الموكلة له نقول بين قوسين تختلف عن المرحلة الأخيرة. الآن نتكلم عن النهايات أو مرحلة جديدة ستلي ما بعد الانتهاء من الجيب. التفسير لسؤالك أن المهمات والمحطات التي مر بها التنظيم كانت مركزة بشكل كامل على موضوع العراق. لا غريب أن يحتفل العراق ليوظف هذا الأمر سياسيا، كون أن هناك صراع اليوم بالعراق على سياسيا ما بين الحكومة وبين الأحزاب، ضغط من خلال يعني الأطراف الضاغطة من وراء الكواليس سواء إيران أو الولايات المتحدة، والصراع يعني الاستراتيجي الذي يجري بالمنطقة. لكن إذا ما انتقلنا اليوم ما بعد يعني بدأ الانحسار بشكل كامل لنتكلم للتنظيم بعد نهايات معركة الموصل، وأنت تعلم وكنت متابع للتفاصيل صديقي عمار، كان الاحتفال الأول بالنسبة لي الجيش العراقي بهذا الانتصار. النتيجة كانت تدمير الموصل وهي أكبر مدينة للمكون السني أنذاك، وتم السيطرة ونهب ثروات البلاد من الأدرع وأيضا القوات التي تطبق الأجندات على الأرض سواء لإيران أو حتى لبقية المكونات. إذا ما انتقلنا، إذا ما أردت أن تنتقل إلى موضوع هجين
والسؤال ايضا عن عامل الزمن بعد، يعني ما هي استراتيجية التنظيم؟ لماذا هذا الان العمليات لماذا لم تنتهي مع الرغم انها شارفت على الشهر الخامس؟ بالحقائق بداية قبل ان ننتقل الى البعد الاستراتيجي، التنظيم لابد ان نقول انه يقاتل معركة نهائية وجودية بهذه المنطقة، لانه انحصر في ذلك الجيب بفعل طبيعة يعني المعارك والظروف التي مرت بها المنطقة هناك. لذا يعني يقاوم بشراسة، لان كما نقول صفوة قيادات التنظيم هربت الى تلك المنطقة من بعد يعني سيطرة النظام بمساعدة الميليشيات الإيرانية بطرده من الحدود الإيرانية السورية العراقية، طيب وسيطر الآن ترامب، حين ذاك سيطر على البوكمال كما تعلم. نعم، ترامب الرئيس الأمريكي يعني قال إن موضوع تنظيم الدولة سينتهي خلال 30 يوم. هل بالفعل نتحدث نحن الآن عن نية أمريكية بالقضاء على التنظيم، وهل بالفعل سوف ينتهي وجود التنظيم بشكل كامل خلال 30 يوم؟ نعم، سأتكلم بهذا البعد الاستراتيجي بجواب لسؤالك، لماذا لم تنتهي ومتى ستنتهي المعارك بعد أن ننتهي موضوع الحقائق، يعني العمليات التي كانت في هجين، ما هي الإنجازات؟ الإنجازات هي تدمير المنطقة، تدمير منهجي المجازر من خلال قيادة التحالف الدولي، استخدام جميع أنواع الأسلحة، تفجير المساجد، تدمير المدارس والمجازر للمدنيين بالعشرات دون تسليط الإعلام عليها بمقارنة ما يحدث في بقية المناطق. السؤال لماذا؟ من الناحية الاستراتيجية هذه المنطقة صديقي عمار الآن هي منطقة يعني صراع توازنات ما بين الدول الإقليمية، لدينا القوات الأمريكية التي ترغب بالبقاء بالمنطقة، واليوم هناك تصريح للمتحدث باسم التحالف الدولي بريت ماجاروك يقول أن التنظيم ما زال يسيطر على واحد أو انحصر مكانه 1% بهذا الجيب الذي هو مساحته 33 كيلومتر صديقي عمار، وقال أننا سنستمر بالوجود حتى نؤمن حزام أمني وندرب قوات بديلة، ونتكلم هنا عن قوات قسد. أيضا لدينا الوجود الإيراني الذي ساعد النظام بعملياته بنهر غرب نهر الفرات، لدينا أيضا الوجود الروسي، وهنا الصراع ما بين إيران وروسيا الرافضة للوجود الأمريكي الدائم في سوريا وبين أمريكا الراغبة بالوجود، لديها نتكلم عن أكثر من 20 قاعدة أمريكية، نتكلم عن أيضا بعد أمريكي استراتيجي انحسار دور إيران من خلال قاعات التنف وأيضا القواعد بالرميلان لكسر الخط البري الإيراني من طهران إلى الضاحية الجنوبية في لبنان. أيضا التنافس الأمريكي الروسي بهذه المنطقة، لأن روسيا تلعب على موضوع الدخول على خط العمليات من أجل موضوع ما بعد التسوية السورية وموضوع إعادة الإعمار، كون المنطقة هي المنطقة الأغنى لسوريا. إذا من مصلحة الولايات المتحدة أن تستمر بالزخم العسكري بتلك المنطقة والعمليات، وتتخذ من التنظيم الدولة شريعة للوجود. أمريكا والولايات المتحدة تستطيع من خلال أقل من 24 ساعة أن تنهي ما يسمى آخر جيب للتنظيم، يعني وخاصة أن نتكلم عن 1%، لكن من مصلحتها أن تتخذ هذا التنظيم وسيلة وحجة لإعطاء شرعية للوجود لها في سوريا، لأنه إذا ما انتهى التنظيم بشكل كامل عمار، مباشرة الرأي العام سيتكلم عن مرحلة جديدة، والمنافسين للأمريكان. ولكن واشنطن تحدثت، يعني قالت نحن لا نستطيع أن نغادر قبل أن ندرب قوات. قبل قليل كنا نتحدث عن هذا الموضوع، لأن التنظيم ربما يعود بأي لحظة. ألا يمكن لهذه الحجة أن تبقى؟ أو بمعنى، كيف يمكن الوقاية من ظهور التنظيم مجددا كما ذكر التقرير، والعودة إلى خلاياه وولادة الولادة من جديد، ليس بشكل دولة ولكن من خلال عمليات خاطفة هنا أو هنا؟ سأتكلم بكل شفافية، يعني نعم. هناك معنا تقريبا دقيقة ونصف، تفضل. نعم، هناك أجهزة استخباراتية تتحكم بهذا التنظيم، وهناك مهمة ممكن لهم بتلك المنطقة.
صدقني من ان انتهت التسويات او التفاهمات او الرؤيه الامريكيه سينتج عنه نهايه لهذا التنظيم ولن يعود بتقديري. اما اذا كانت الولايات المتحده تريد يعني لم تصل فيما بعد الى موضوع تامين المنطقه، نتكلم عن تدريب 30 او 40 مقاتل من قوات قساد الى جانب انشاء نقاط المراقبه لتامين تلك المنطقه. ما لم تضمن امريكا الاستقرار بتلك المنطقه، من المؤكد ان التنظيم حتى لو انتهى بهجين قد يظهر بمناطق اخرى، ولكن من الذي سيقف وراء ظهوري؟ هنا السؤال. نفس يعني نفس سنعود لمرحله البدايات كما الظروف التي تم اعطائها للتنظيم لظهوري باماكن اخرى. امريكا هي المتحكمه بتلك التوازنات، اذا ما ارادت للتنظيم ان لا يعود فلن يعود، واذا ارادت ان يظهر في مكان اخر فيظهر في سيظهر. مكان شكرا. اخر، نعم في مكان اخر، وبالتالي تلك المنطقه هي مقبله على مرحله جديده اذا ما ارادت الولايات انتهى. المتحده انهاء تنظيم الدوله في هذا الجانب، وبالتالي سنشهد يعني توظيف من كل الدول لاستفزازات سياسيه وعسكريه بمنطقه شرق الفرات أشكرك، وغربها ايضا. نعم أشكرك جزيل الشكر. انتهى الوقت تماما، طبعا بدي اعتذر منك الأستاذ يمان دابقي، باحث في مركز برقلي الدراسات، كنت معنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لك سيد يمان، وأشكر أيضا ضيوفي في الملفات السابقة الأستاذ أحمد المسلمة الناشط الإعلامي كان معنا من الحدود الأردنية السورية، والدكتور محمد وجيه جمعة رئيس المجلس التركماني السوري. الشكر الأكبر موصول لكم مشاهدينا، على أمل اللقاء بكم مجددا في أخبار جديدة لنكشف لكم تفاصيلها ونغوص معا بين ثناياها. هذه تحيات محدثكم عمار الشاعر، دمتم بخير وإلى اللقاء.